اليوم اله اليوم ه. السلام عليكم. يعني صباح الخير. تمام. انت وين؟ حجوز فين؟ تأخرت عليك؟ دوين اتأخر دودي؟ اي والله رقاد يا صلاح، رقاد رقاد. انت بخير؟ ما بتيني؟ يا لتح. انت بخير؟ هي. صباح الخير، وين الحبة؟ تريقت له بعد؟ دباب بس الدباب. كلت دباب؟ بس. دباب ولا كباب؟ تليفون منو هذا؟ انت. زين، وليش تلعب تليفون؟ انا كنت زخيت تليفونك؟ لا. انا كنت زخيت تليفونك؟ لا. انت ليش قاعد تلعب تليفوني؟ عقب ليش تلعب تليفوني؟ مريض. انت تريد يعني؟ ما نشوف. اخر مره ممنوع. والله ما نشوف. عقب. يلا انزين، وين صرت اليوم؟ وين جيت؟ خلاص ها؟ خبز يا خبز. لا ها؟ لا بس قهوة. بس قهوه؟ بس خلاص بعيد سيده حيب. لا ايه بيتكم خلف صرت. خبز لا ما تريكت الذهب. لا ايه بس سيده. ايه زين. صحن منو؟ حصه. حصه زعلانه؟ ايه حصة زعلانة عليك؟ والي قال لي والي قال لي. هي شفت ليش؟ أمت بنته. ها؟ بنته. ها؟ حصة. صلاح حبيبي، حصة إذا ما تباها تزعل عليك لا تاكل وايد. حشوية لا. هي. لا كنت بس قلت لي صح؟ هي. خلاص قال لي. وين ما تصير تاكل وين ما تصير تاكل ما تغني دب بعدين ريولك تحيد العام الأول يبردونك المستشفى. إيه. هي أنت ما تبي يردونك؟ إيه. خلاص. هي لا تاكل وايد. انت ولا مني اخبار؟ ايه بتغدى عندي اليوم؟ لا نحن دبي. انا انت يعني؟ ايه انت في دبي تغدى في دبي؟ ايه سيد دبي امام يوم. هاي تضرب الخميس؟ ايه بكره؟ ايه باسل. ما بتينا؟ لا زين انا ما بكون موجود اصلا حبيبي. اه انا بسافر الليله. ليله؟ هي اليوم في الليل بسير طوكيو. بس على اسبوع شويه. زين ايه لست هناك اسبوع؟ يوم بي انا تبتي ولا يوم بي اشلك انا في المطار اخطف عليك؟ لا ابو شو انا ترى اسمعني شوفني انت حيلة. يوم انا بي يوم الثلاثة الجاي. ثلاثة الجاي اسمعني اسمعني بي يوم الثلاثة الجاي الفير. بي وبشلك من بخلي يجيبونك المطار وبشتل ضربه. زين بنشتغل ضربه بنصير بني ابو ظبي بنسولف طول الطريق شو رايك؟ زين سيارة ابوي سيارة جديدة. مالك انت؟ ايه سيارة جديدة خلاف. ايه اكتب رسالة حق هلب القصر ولين تطلع الموافقة يسوي لا شوف شوف معاي شوف اسمعني اكتب رسالة لين يسوي الاجتماع ويوافقون بعدين يقولوا لك يب اللوكيشن هب اللوكيشن هو الكوتيشن ويقررون يوافقون على السعر لين يصير الكتاب حق هلب القصر حق الوكالة مرة ثانية يكون غلط الأسعار ويردون بعد يطلبون صلاح يوم بيعتمدون السعر وقعوا مرة ثانية عقبها بأسبوعين لو ثلاثة لين تجتمع اللجنة لين طالع عادة لين تصير ورد شل اللوكيشن الكوتيشن ورد الوكال حق تسلم السياره ويقول لك لا ابوي ارتفعت الاسعار ولا نزلت الاسعار وعلى هالمنوال شو رايك انت؟ يا ربي يا صلاح لا الدروس الدروس ان شاء الله بنرد حبيبي بنرد بنحوادينا في المستشفى يسوي لك الدروس كاملات زين يتريون بس الموافقه مالت شو اسمها؟ الضمان ضمان بطاقة مالك إيه. يخلصون الموافقة إن شاء الله حبيبي بيسوي لك الدروس كاملات بنفسك كلهن حبيبي تبدأ وانا الوادم ها؟
وقدم يطلع دمه؟ واجب كتلة. متى؟ بالعشاء بالليل. متى صلاح؟ عشاء بالليل كتلة وايد. ايش اسوي؟ ان شاء الله حبيبي، مرمسين هم بيردون علينا خبر ان شاء الله. يلا ترعى تريقني بتسبح بيك. بتأخر؟ ما بتأخر حبيبي. يلا. ثانك يو صلاح. باي باي صلاح. يلا. تمام. وين بشكرك؟ هذي يلا بليه هذي لطيح على خالد شو؟ لطيح على ما بطيح يلا سر مرحبا ميليا بو محمد How are you my friend? Sheikh Barak اليوم يوم الهي شي سنة I hope you're well Hope to see you in the desert for Uzi at your Hezba Take care my friend Ciao اليوم يوم الهي ولا يوم اللا؟ اليوم اليوم هي اليوم اليوم هي اليوم اليوم يعني شيء سناب ولا ما شيء سناب؟ شيء سناب اليوم اليوم هي شيء سناب ها؟ اليوم اليوم I can't hear you اليوم اليوم سناب هي look here اليوم اليوم سناب اي بيتو في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم اليوم في سناب في ها؟ اليوم اليوم هي سناب شو؟ اليوم اليوم في سناب ما اسمع اليوم اليوم في سناب بعد مرة آخر مرة آخر مرة اليوم اليوم في سناب ما أسمع اليوم اليوم في سناب شوف آخر مرة دلاس 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 اليوم اليوم في سناب في شو في سناب يا زايد يا خوي هنشيت لك من شود هيج طاري علي مقناص النرود صحبه ويا النشمية وانت علينا العود وطيور الشهب وحية شقرا وحمر وسود ندر فيه النزية ندربات بزود شوف المخيم ضي يبعد عن الميهود ومواترين والمية ما تردها الحدود لي من مشن الفاية كانهن جيش وحشود ويلا بمزين ليلية تروي بفضل ويوت تسجيها للمحمية وتحييها شيم العود منو؟ انت انا عجوز؟ كيف؟ انا متعب ابيض؟ ايه احنا تبع الحلاق اليوم كبير ليش؟ شو؟ كبير شو؟ لحية كبيرة؟ ايه دي ترى اليوم بسافر اليوم بالله. يوم الحلاقة اليوم شوف الليل عشان الليل الليل الحلاق؟ ايه الحلاق بصير الضحى اليوم ضحى تعرف ليش؟ الحلاق بصير الضحى بصير عقب حبيبي معزوم على الغداء هيك هذا تعالي عازميني 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 حلاق محمد وريال خلاف براب فرا زين؟ في فندق اللي انت على الغداء دبي لا ما في دبي ما شيء الا انتر له في دبي دبي ابو ظبي بعد شيء زين مطعم مال سمك صحه شكرا وخلاص شيء العرس الجماعي عرس اليوم ما تدري كل يوم عرس ابوي الحمد لله الايام كلها افراح بافراح شو رايك انت قلتنا البيليانيه ترى البيليان لا لا القهواتيه اليوم يلا ايه مرحبا بالبنات يا مرحبا بالبنات جود مورنينج جود مورنينج بنات عبد الغني شربت ايوه وهذاك حق منو فور هو ذس وان ها مدام حق مدام هذا حق يانا يلا يلا ثانك يو اليوم عاده متهلع على فول فول وعاد فولنا اللي خدمه حفير لا صار ولا استوى ترى الذباب يخلينا الذباب ماكل لنا اكل فطر عليه يدخل في عيونه بس هذا بس ما يبهر كذا
عاد الحين يشر لازم يشرون بزيت زيتون. ايوه نت انت انا بعد شوي بدي جاي ثانك يو وات يو سيد سلام فروم ذا ليديز ان ذا هوسبيتال ان ابو ظبي which hospital I don't know the name but they said I say hi to you and tell them thank you for good service which hospital you go for what for my medical aywa yeah. and they know you شكرا ابو اللي خدمتوهن هالفقايل اللي خلصتوهن مال اظني مال الصحه كنا او مال هل يفحصون البشاشير قبل ما يسوون لهم الاقامه وانت خاتل ولا كلمه ما كنا الريوق الريوق رقم 2 رقم 2 ما بتي عدالي عدالي بسول اليوم هي ابوك ما يتشعب ما بارو ما دخل شفت اليوم كله شعر ابيض اي ايوه روح الحين وين ما زال حلال ما زال جوانا احنا خبرك عن عمري زين انت اول عرف هنسبح له ونصلون اول ما زال شي يعني هنسبح له ايه هني عشورنا ابو يمي اللبان يمي اللبان عشور شو نسوي؟ الدبان كلنا يدخل في ثاميتنا وايد دبان صلاح؟ ايه ايش بنسوي؟ الاول تخف الفرجان من الدخان تعشور في الفريج ويشتل هذا كله الحين ما شيء من الدخان ما ادري وين ودوها يلا يلا انا يجي يلا شو صلاح؟ بتي ويانا تسير المطبخ؟ ايه انا بنعان تلبس نعال؟ ايه تسير المطبخ ولا ما بضروري؟ دقيقة ما بتأخر انا ما بتأخر حبيبي ايه لسه هني ليش؟ بتي ضروري تسير وياي؟ ايه زي يلا اه يلا 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 تيمور لنك تيمور لنك انت؟ ايه يا خليه يقول ايه رقب ايه جيب كرسي الله يخليك يابا ايه زي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شو حوادي يقول والله ليش ما تشل اليواشه هذه الحين انا متى اشل اليواشه من عق الدويات هل تشوفونهن يثور ثور واحد رد الدويات يمعت اليواشه ليه تحت وظهرت تخاري نرد عقب نغفها مره واحده عمرتين بدأ ما نسوي شغلتنا وديتين فنسويها شغلة واحدة ليش اليوم سوينا ذوابة لأن ذوابة الأولية وقفت هاك اللي تشوفون النص طن وقف ما شاء الله تبارك الرحمن في خلال كم تيم هذاك خلاص ما شاء الله أسبوع كامل عادة أسبوعين ياخذ يلا 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 بسم الله يلا 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 ما بريحه الدواء لا يحطون ابوي قياس المريل هي نعم هذا المريل فيه ابوي نص طن يبال دويات ولا يقول انت وايد كود بزرات لا هذاك اللي ما يكود بزرات ابوي اللي حاتي الخساير انا ابوي هاي ما بخا ماخذن التجاره ماخذنها ابوي هوايه الهوايه يختلف الهواية لازم تسوي شيء مثل ما تسوي حق فريجك وحق نفسك تسوي للعرب والتجارة لا دهان العمات ما يبال رمسك كله نعرف عاد دهان العمات الحين الترند عادة دهنة روحها تظهر الزبادة من يد ويديد تظهر هذاك اليواش اللي من تحت كان في شيء ولا شياته ريحة لبن ولا شامي ولا أي شيء إن كان ولا حليب يتيامع كله فوقها مع ما تشوفون يرد يتيامع شارات الحبال ويغفون في هالملاس العود مره مرتين ثلاث لين تصير عقب تعتزل الخلاصه روحها تحت ويرد الدهنه اللي تشوفونها الحين مدلخه تصفو شارات الاول واخير من تصفو طفوا عنها الحين الدهن زاهب وناضي رقم واحد يبالها انتظار تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه طفوا عنها الحين الضوء تحت هباب تروح المريل ما شيء يلا يلا الضوء شوفوا احنا متى بعده ما يجلب يلا يلا يجلب الجدر
مدة 20 دقيقة. عقب أبوي سكر وخلاف وخلوها أبوي تقريبا ما يقارب 48 ساعة، لين بكرة ورا بكرة زلوا عاد، زلوا دهنه فقراس فقراس ودبار. يلا شكرا حفيظ، يلا يلا. ها يلا ها تعي يلا يبي صلاح يلا. حتى الكاميرا خاصة في البزرات. ها لا تتكود. لا لا زين بخير. باسر اكيد بسير دبي من الصبح. لا 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 صعب باسر. زين ماشي مشكلة. يميع المسجات ولا قطع لومي وحط فيه مسمار، ولا قطع برتقال وركز فيه روس مسامير. مسمار قرنفل هبدع هذا هاي رمسة حينة. ما بي اسدع. انزين انزين يقولون عسى بيخوز الذباب. اقولك والله لو اجي لعراسك بكبره واحطه هني ما قال ما درابه الذباب عليه تندب. كل 40 مسج بطلت بالصباح الاخير. لونكم ولونكم عيزنا يا ما خلينا شيء من العام ونحن نحط، ما خلينا شيء يعد ويذكر في الكون. ما حطيناه ما يخوز الذباب الا الفليت. الفليت غير الفليت ما يخوز الذباب ابدا. والفليت ابوي بهالمكان مغلق حق يبيت فيه السم ويجتله، غير الحين هذا موسم الذباب. موسم الذباب ولا يخوزه الا المطر، من ترشت المطر انطفت الدنيا. نعم هذا موسم البعوض والذباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ كيف أنتوا؟ سامحوني عاد اليوم جشعر، لكن لا بد ولا أعتذر من التجشعير اليوم، لجل الله يحفظكم. عندي برنامجين، ثلاث برامج اليوم. أول بادي يعني الله يحفظكم، أول واحد اللي حين أنا ساير مدينة خليفة، وصلت أصلا وصلت مدينة الشيخ خليفة، لجل أدي واجب العزاء. من أخلص واجب العزاء يا الله يحفظكم بسيل الحلاق بنيل الطلويه، ومن عقب يلا الطلويه معزوم على الغداء، من عقب عزيمة الغداء بتصير حق العرس الجماعي يا الله يحفظكم اللي في ميلس البطين. وأخلص إن شاء الله إذا الله راد من ميلس البطين وبي بيتي محمد بن زايد. من أي من محمد بن زايد إن شاء الله بتوكل وين دبي. ما قلت لكم من يومين هب من يومين بي من 10 أيام وأنا قني على سيرة طوكيو. اليوم ثارها سيرة طوكيو قايلة، ويوم الخميس ثار يطرون يوم الخميس اليوم في الليل الأربعاء من عقب نص الليل يستوي يوم الخميس الساعة 2:30 الله يحفظكم. بعد الساعة 12 في الليل استوى يوم الخميس، وطيارتي الساعة 2:30 اليوم من مطار دبي على طيارة الإمارات. الله جعلنا بالحيين. يلا بلا مسخلاف. يا مساكم خير ونور سرور، بارك الله فيكم. خلصنا عدينا واجب العزاء، ما أبطيت يعني يمكن أقل من 10 دقائق جلست. ما شاء الله خلق الله ما خلق عندهم، جزاهم الله خير. تخلفت للجماعة وأدينا واجب العزاء. واشتريت عنها الحين وصل جريبة، وصل داخل ظلابي البلاد عين الماء. ساير وين؟ ساير الحلاق عيلة طلوي. سبحانك يا رب. الوقت كيف يخطف، كأن البارحة كأن البارحة. هزاع المنصوري أبوه اسمه يعقوب. يعقوب هذا جاي خطب فاخرة بنت شليويح. أنا والله ريال يعني كانت واصد ما بياهل ريال ما بلحيتي يعني ريال فطن سير وي وما خلي شيء ما عارفه هاك الوقت. وياي خطبها رجال اسمه يعقوب المنصوري، ويقولون ان يعقوب المنصوري هذا ياي خطبها وبيوديها وين يداوم في الرويس. ضابط هو نجمة ولا نجمتين عليه والله ما اتذكر الحين. ما شاء الله اللي هو ركن عقيد ما ادري شو الرتبة اللي عليه. توني ويهته وتخلفت له كما شاء الله عليه ما اختلف. يا الله يعافيه ويعفو عنه. المراد وضيت مدينة زايد هاي السنين كيف بياخر عاد فاخرة هذه بنت مير بتهزيمي على هالجنة.
يعني هنتين هن هاي في البيت يعني ركيز من الركايز فريج القبيسات وبيبانهم طلقة والرمس والسوالف والعرب كلها تيهم من ذكر وانثى والبيت ملفة المراد كيف بتخلين انت يا فاخرة مير بتهزين وبتنك بيوديش راعي المنصوري هذا بيودي جدة يداوم في سمونه هي في الرويس يداوم في الرويس ضابط هو يعني بياخدها بيوديها الرويس ونحن ضارين عليه من يوم نحن يهال يعني تعرف نحن يهال ليه عطينا ترى حبينا وهاي ما شاء الله عليها على الله يحفظها فاخرة دوم عاد تجسب علينا بتعيد وعاد عطايلة والربية ومن لحد وما حد وكل ما حد يعطي بيزات إلا مير بتهزيم وبنت فاخرة بنات تالي من غير ما يعطن شيء أصلا ما عندهن شيء هاك الزمان بعدهم ما عرسن وهاي ليحين معرسة يا ربي المهم شوف الوقت كان البارحة يخطف عرست فاخرة وخذها يعقوب الله يحفظه ويابا ويميع العيال من ضمن العيال الولد هذا اللي توفى البارحة في أمريكا ويابو دفنوا البارحة واليوم عاد ثاني يوم العزاء وأنا حضرت عزاهم كبرت العيال وتوظفوا الطيار طيار والمهندس مهندس واللي عرس واللي بدر واللي حي واللي مات والدنيا يعني كيف الوقت أنا اللي أطريه شو سبحان الله يعني الوقت كيف يخطف الوقت يخطف كأن البارحة الأحداث هذه كأنها البارحة كيف انت يا مير بتهزين بتيوزين بنيت ريال بيوديها وين بليس مضيع يا الأول الرويس الأول الرويس مكان بعيد لين توصلها نطة ونطيطة آخر الدنيا منو يروم منو عند بني مربنها وبيصير بتصير عن الرويس وبيعين خير بيجيه إلا ليهد على فراق ضنا وهي عاد فاخرة من بنت خواته يعني غير نمونة على الله يحفظها يطول بعمرها ويخلف عليها إن شاء الله بالخلف الصالح يا رب العالمين وإن شاء الله أنها تلقاه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين مع الشهداء والصديقين والله يصبرهم ويصبر إن شاء الله أخوات خواتهم حاليتهم حريمهم الصغار قبل الكبار يا رب العالمين. أولا مساكم الله بالخير وثانيا يعني الله يحفظكم أول بادي قالوا بيودوني عازميني في المطعم اللي فيه سي فود اللي في اللنتر ما أدري شو يسمونه يوم عدى الحين قال والله تغيرت الوجهة بنسير المطعم الفرنسي اللي في الجاليريا اللي في الجاليريا تحت أظني ما لك اسمه ما أعرف لكن أظني مطعم فرنسي وحين يتريوني أبوي ولد كوري وهلال بن محمد ومتقررة وقبل 10 دقائق الحمد لله أني أنا في النصيفة حين الحلاق كان شارع المرور والعرس الساعة 4:30 متابعي واحد يعني الحين الساعة 2:05 قبل الساعة 3:15 لازم أكون في المعاريس قبل الزحمة وقبل العرب وين كنت وين أصبحت العرس هو المطعم مفروض يكون في البطيب والله يبوكم اللي شاف هل يزيره قبل ما يقول هالنمونة بتغدي الله نعم احفظها من الزوال منو كان يهقي في يوم من ايام الله ان الدنيا شي بتغدي والله يا ابوكم رملة بيضة ما شي شويون صنادج بناكل لا والله شي لا بعد قبل في السعوديات الطرف هذاك شي بيوت جرين هاوس يودونا لها الاول من المدرسة يودونا في رحلة يودونا يعطونا عسبية السعوديات يعطوا الرسالة موافقة مولي الأمر وعقب يظهرون يبون الرحلة هاي السعديات بيوت البلاستيكية وين يبيعوا الخيار والطماط وما أدري شو أشياء وايدة شو بقولك قبل السعديات أروحها قصة وحكاية ورواية وشي شعبي بعد الرميثات قبل عيد أظني شفت اللي يقول يحلم أحلام اليقظة هاي أظني أحلام اليقظة غمض برج من رقعة بيضة لين تغني الدنيا هالنمونة في جيل يا رب ارحم تشوفون التوحين ترى العمران هل سوى في الدول اللي من غير هذا يا ابوي من مئات السنين وعشرات وآلاف السنين لكن نحن هذا كله لنج نيو كل نيو في جيل يا رب ارحم غمر برج استوت الدنيا هذه كلها سبحانك يا رب.
اللهم ادمها لنا محفظها من الزوال. ما شيء شرات الإرادة وما شيء شرات العزم وما شيء شرات يوم تكون الكلمة متوحدة فتلقى كل شيء ينجز بسرعة والأمور طيبة والأمور الدنيا غادي كلها تساهيل وسهالات يعني. الحمد لله رب العالمين. أبشركم أني أنا وصلت إن شاء الله. أقولكم أنا وصلت قبل اللي عازميني وصلت وصليت وخلصت ودق زين. أبوي هذا محمد حسين فوري. محمد حسين فوري هذا هو اللي عازمنا. شو السبب عاد الحين سبب العزيمة؟ انت اللي عازمنا؟ انا عازمك. زين هلال بن محمد ابو ثرى العزيمه على هلال بن محمد. انا ومحمد الا واحد. لا اهم شيء اني ما اكون انا يعني. انت لا نحن بندق خيرك اليوم انت تدفع. والله يا ابوك لو دواكم عن الموت. انا ابوك. ما اديت بيز تحكي بها عيبكم. انا اليوم على سفر لا ومسافر. لا اليوم على حسابك. لا والله الحمد لله اني ما جبت هالبوك. ما يتبوك؟ لا. انا ما اجيب هالبوك يوم انزل. الحمد لله هي والله ويانا يعني هالكمبني العود ها صدري يدفع بمحمل ها كمبني عود يا ابو اللي يبى مجوهرات 50% خسر بعد عنده مجوهرات العين شوف انت مقواه شوف بعد طلع عليك محمد شو السؤال شو السؤال سؤالك توك تسال اياه اقول لك خلي الغداء لا السؤال اللي قبل شوي عن اللي سامي شو هاي لا بدي ميزون شو اسمه شو هذا هذا المطعم لا صبروا ولا عندي خبر شيء خصني سوي له دعايه بس هلي قاصر الله يحفظكم الحين انا ما اطلب شيء ابدا هم خليهم يطلبون كان سوى شيء منقود ولا شيء ما يوز ولا شياته اكون يعني على روس مطيح المصيبه زين فيتنقون شو يطالعون اكثر شيء اللي عليه طلب اكثر شو شيء اللي هم مشهورين فيه المميزين فيه ويطلبون انا ابوي اتنقى الشيء الزين واكله وعاده كل اللي يطلبونه يقعد زين لاني انا احب كل شيء ونعمت الله كلها زين وخير وبركه فلذلك ما بايس اتشرط يبون مطعم فنان ورقم واحد ولا عاده يعني اللي بيصير مطعم مثلا صار مطعم تايلندي يطلب الاكل التايلندي في الفلبيني يطلب الاكل الفلبيني الافريقي يعني يطلب الاكل الحين مطعم فرنسي هذا يطلب الاكل الفرنسي حد منهم لا والله صار مطعم فرنسي يطلب اكل مبمى المطعم هذا يعني 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 يخالف فلذلك اي انسان يطلب شيء يخالف يجيك الطلب مخالف لان اكل اكلها ما هم المطعم فرنسي صارت مطعم فرنسي كل اكل فرنسي يوم بتصير مطعم هندي كل هندي شو الفلسفه حد من العرب والله انا ما احب زي ما تحب شو جايب منك شيب انا حد يطالع علي انا ابوي لو بيرقد بنادم قدامي صرفته قلت له يا حبيب النبي انا اكل كل شيء ابدا سيد وادينا حلال ما عندي في الشيطان طريق لهذا ما اكل وهذا اكل سوشي ياكل لحم ني ياكل لحم ناضي ياكل لحم عفاريت ياكل حتى لو ها على فكره لو الخوري على الله يحفظكم محمد وين 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 الزي الجديد يا بسرعة عادة هل جديد ها يا سلام يا سلام يا سلام شيء بهر خوزة هذا شو حين محمد هذا الزي الجديد لشنطة وظيفي هي شنطة وظيفي أيوة هذا الزي الرسمي دري مع كاب شوف أنت هذا ظهر حفلة عنا وهذا ظهر عند العرب كلها بعد مقواك شكرا شكرا لك شكرا حبوك ما زين لغزوزك يا ابوك بنادم كل لغزوز تبارك الرحمن ومحمد شوف لغزوز هني انت العافية العافية لا اله الا الله والويتر اللي دار عداله نفس الغزوز لا اله الا الله نفس الغزوز لكن هاك شوي لحيته هذا هذاك لحيته ادب ها اكل حتى الحديد انا هبل حلزون اطلب اللي تطلبونه خلصوا عاد عيستونا هذا الحين كله يدور حلزون ما ادري شو Thank you.
والله العظيم هي نفس الخزوز. هاي أقول لك يخلق من شبه 40. ما أدري شو قال. أمس ما أعطيكم اللحم الشريح والشريح اللي مطرت لي عاطي هلال بن محمد هو في البحر أمس غريشة شي كبر الكف. وسألت هلال أقول من وين هاي؟ قال من عند محمد الخوري. من ابو خالد. دقين حق ابو خالد تليفون قلت له في خاطري من اللحم اللي طرت الشريح اللي طرفتوه لهلال بن محمد، وعلى ما شفته 20 مضرب انطرش 20 قرشه 20 قرشه ابو محمد طرش لي شيء غير عن اللي طرش الشبس. يا سلام سلام ياك منه؟ انا ما طرش لي يمكن 50 في ذمتك؟ يا رب ولا تحرل لي هنا الغالي من الغالي. طال عمرك يا ابو خالد ما تقصر ما تقصر يا ابوك ما زين لك زوزك خلاص مسكين حلو عرجته الله. أخبركم ابوي ترى زين ابوي شين بضاعة عارضة عمرها. شوف الله عليكم ما يبالك كلام الله يا ابو ينه غير نمون غير نمون هذا شيء لا صار ولا استوى وشيء غريب عجيب ما شيء شراته طعمه زين. ترى طاع يظهر هو قباب انت تعال حق علي قباب يا اصور الله يا ابو خوي اللي شايف فنان مره واحده بعد هالكبير وبي مرتين والله يا ابو خوي اللي شايف فنان هاي حلزون انا توني يوم طرف مليون مسجيه كلن يقول زين سويته نعمل اختيار ما ادري شو ما ادري شو نبو بناسبهم انا. طه بن عبد الجليل يسلم عليك محمد حسين الخوري سلامك كثير والله يا طه من ساعة ما يطريك إلا بكل خير يعني الله يحفظك يا أبو عبد الجليل ويطول بعمرك. نعم والله يا أبو محمد هالريال ما حد شراته في الدنيا العودة. نعم والله هو أبو عبد الجليل ستين نعم أبو عبد الجليل نعم كلهم هو أخوان. نعم سلام أبو عبد الجليل. احترام على غفر أنا صورتك صورت تملك من غير سابق انذار ولا تحذير سويت عبد بطيح من سمعت يا طريق سيدة صورتك صار لي ساعتين خلص اللي هو خلص العرس. عندك ترون توصل في نص هذه المعمعة مستحيل مستحيل تباشر له ويخليك الشد ما شلتي اي والله لا اله الا الله يا اخي خلوق كلها وين له بغايا هذا ضرب اخوان بالرومي بالرومي الناس قامت ترجع كنت قدام محمد يا سوي سالم نقول شيء سالم عمر بارك الله يحييك الله يحييك ويبكيك الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله يفرح ان شاء الله في عيالك يبارك فيك.
وانا وحبيبي بشقاء الناس في راحه. بارك الله انت.
هذا مذهب، هذا يسمونه مذهب، هذا هو أكبر فرقة عيالة كانت في الدولة تحت أمره، وحين هذا إيه لا 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 كل هذا هو عجيد القوم الأول، هذا عيارة القبيسات هذا أبوي عجيدها نادر ومحمد، لذلك يودون فروض الطاعة في المذهب يعني. يوميات عندنا؟ اي نعم. اشتلك الغية. يا سلام. وجودك؟ ليش ليشل العرب كلها عجيد القوم؟ انت والله لقابض الصف. انت يا ابوك شفت العالم كم دارت وراك؟ صف عدل، صف عدل على اصول وعلى رعي وهذا الموضوع يبهله. يعني الله يبارك فيك. نعم كلم الشباب فيهم خير وبركة. غير انت ما شاء الله تبارك الرحمن وحجراتك. اسمع ما الاول بارك الله فيك. الله يسلمك. الله ييسر اموركم. شوفوا الله ييسر اموركم. يوم نشوف الدوار تغير اللي ما دوب حزنك. مرحبا ان شاء الله. الله يرحبك. منوها؟ منوها؟ احنا يا اساس عربس وياك؟ حمد بن راشد النيادي. والنعم. انت صار لي ساعتين الرجال وياك تتوك متفيق؟ اي توني متفيق. ما تعرف انت. هي نعم هي نعم هي في عرس في الوثبه في الوثبه نعم عند حميد النيادي. والله والنعم فيه وفيكم. يلا الله يحفظكم ان شاء الله يسر اموركم. الله يحييك. نعم صورة فيدي وكبرى. الله يسلمك. حالك يا ابن هارون؟ مرحبا. كيف انت؟ الله يسلمك يحفظك. سلم عمرك يا رب. تابعتنا احنا في الانستغرام. انت بتعرف الانستغرام يا ابو كان اتبع ريحتهم هاي الاول من دين الزايد بيننا وبينهم ثلاث اصفار. جيران بيننا وبينهم ثلاث اصفار. مرحبا الله يسلمك. الله يحفظك والله. مبروك ان شاء الله. خليك ان شاء الله يطول بعمرك وعليك بعدنا بنشوفكم. مروا علينا بنشوفكم. ما عنك بغناه. يونيتي. الله يسلمك. الله يخليك. خلينا نسولف. ان شاء الله. ان شاء الله. خليكم لين ليوة. الله يخليك. حاضرين. هذا هي حيا احنا وكليوه يلا حيا مع غايته ان شاء الله. الله يحفظك. عندنا مال صيد مال بر ما يهمك. اقول بغيت بري ولا بحري موجود بري هنا مال مربينا البري الطيور مال البريطاني كل شيء عندنا ما قبيسات ما حد يغلبكم حق الطيور منعوا عنا البر ردينا سوينا باركم من كبو فيكم الحمد لله تذبح وقل هذا حبر اشكر هلا السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. هل يصبون على محمد الأول؟ الأصفر. إيه الأصفر. يوم يصبون على محمد ساعات عاد. كيف أنت؟ خير الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالسنان يا مرحبا. يا مرحبا. مرحب يبقى. كيف أنت وكيف حالكم؟ يا ربي أحسك البارح ما حتى في الكون ما سمعت. لا خليش من أحسن. يا ربي. غير بعد عندي غير أحس بس. حس الخيل خفي. اي نعم. الله يا لا بيك انا. تسلم. يا الكندور بن شجي الكندور عن من خاط او دارس قالت حيسين الصور اللي في الرايح بارز. يا رك الله. الله اكبر. زين انت شو اسمها؟ انا اسمي علاء عبد المنعم من مصر. واقدع ناس. ومالغبة وعايش معاك في الامارات 31 سنة. ما شاء الله عليك بارك الرحمن. بس انت عرفتني اشياء ما كنتش عارفها عشان. الله يسلمك. والله انا عايش 31 سنة. بنقرونا. هم تبع مروحة؟ ما جاي مروحة بصارع. لا كله غزلان. سمع وحبر. زين. يعني ما فيها ما ابويا انا غزال مروح. ما فيها. انت راشود. ما فيها راشود.
مات ما عجب الا الله يرحمه. ولده ولده عتيج زين ايه هو عنده مع السلامه. سلم على الاهل. يعلى الله يحفظك وعمرك ما شاء الله عليكم يا مستعدين انتم ابويا لازم الله يحفظكم الله يحفظكم شوفكم حبيبي الله يحفظكم. مساكم خير ونور وسرور. اول واجب اليوم اديته اللي هو تأدية واجب العزاء اليوم عاد ويه الظهر ويه الظهر الضحى العالي انزين. وخلاف ابوي ادينا بعد ما يوب غدا يتني دعوة غدا ولبيته تلبية دعوة غدا انزين. وعقب ابوي واجب حضور افراح البطين ميلس البطين ويبنا وحضرنا وادينا الواجب وسلمنا وادعنا الجماعة كلهم وعلى الله يبارك لهم يطرح ان شاء الله في ذريتهم البركة يجعل ان شاء الله عيالهم واليد السعد ويفرحهم ان شاء الله اليوم ودوم يفرح كل مسلم وكل من عنده مناسبة اللي عنده مناسبة فرح يعني الفرح ما يفارج دياره واللي عنده اليوم بعد مناسبة حزن وظرف حزن يعلى الله يبعد عنه الحزن والكدر ويفرحه إن شاء الله بما يسر خاطره وإن الله يبدل حزنه بسرور وفرح ويجعل الفرح والسرور ما يفارج بيوت كل المسلمين يا رب العالمين ويحفظ هالدار يحفظ إن شاء الله حكامها وحكومته وشعبها ومن قطن فيها ومن داسة ريلة أرض هالدار الطيبة إن الله يطرح فيهم البركة ويبارك لهم إن شاء الله في رزقهم وحلالهم ويطرح البركة في ذريتهم وذرية ذريتهم يا رب العالمين يرحم موتانا موتان المسلمين أجمعين ويحفظكم. وعاده اليوم أنا الحين عقب ساعتين إن شاء الله بحرك بتوجه إلى دبي الحبيبة طيارتي من مطار دبي تقريبا ساعة 2:55 الإقلاع جدة طوكيو إذا الله راد وإن شاء الله الرد يوم الثلاثة الفير بكو موجود إن شاء الله الساعة 5 توصل طيارتي بعد مطار دبي. هي بعد قصوري أطير من دبي وحل أبوظبي ما يستوي يا بنرمس خلاف ونحن سايرين إن شاء الله دبي أو يوم بوصل البيت اللي قد صلح جدامي وبطال شعره. أقولكم بالنسبة للي تخبرون عن موضوع التطبيق أبوي كان في الستوري أول تباح أنا امتسح من عندي مال التنمية الاقتصادية والكلام حقيقي 100% ترى الآن بكبري ساير ومصور لكم عند مع الموظفين في نص الدائرة أن ترى الموضوع 100% حقيقي حتى اللي في السعودية في المملكة العربية السعودية رومي ظهر رخصة تاجر أبوظبي ما عليه ما بلازم يوصل لأبوظبي على الأونلاين تطلع للرخصة ويحصل له موظفين اثنين يقدر يجيب أي إنسان في دولة الإمارات يقدر يجيب موظفين على الرخصة هذه على الرخصة هذه اثنين موظفين يروم يجيبهم على رخصة تاجر أبوظبي. هل خبر 100% دخلوا أونلاين من البارحة باليوم لك 600 معامل استوت بارك الله فيكم. والجواب هذا للي تعايز يدخل أونلاين يعني كان حد يروم يتعايز يدخل أونلاين يعني الخبر ويبناه والرخصة مدتها سنتين وتتجدد خلاف وما في شروط عقب تعجيزية ولا شيء لا 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 هذا أبوي مسوي حق خدمة المواطنين أمور وايد تسهيلات تقريبا 60 نوع الترخيص 60 بند ما أيس كريم خياطة نسائية خياطة رجالية في البيت كل هذا بدون عقد إيجار وبدون أوراق بس أونلاين بالهوية وصورة ورقم الجواز رقم الموحد ما حد اللي ما عنده جواز ترى عنده رقم موحد واللي واد ما ظهر الجواز إلا كان عندك هوية بعد لي هوية وين بيظهر لك جواز فلذلك كل أمور الحين هينة وسهلة إلا يروحكم كان تتعايزون شيء آخر هذا بعتبر يجيب لين بيوتكم يعطونكم هذه الرخصة ما يستوي دخلوا أونلاين تحطون سيدة بالابلكيشن في التليفون تسوي لها برنتات وانت جالس البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير. الله يحفظكم. البارحه هذه جاي الهديه شو كم مكبرها صندوق كم مكبره زين لكن الصندوق هذا جاي من هذا المكان هذا محل نسائي محل النحل المحل النسائي مطرشين هذا الشيء
كاتبين أبو محمد أنت أثبت هالكلام والتواصل الاجتماعي. وأبونا زايد رحمة الله عليه كان يقول كل رجل ناجح وراء امرأة ناجح، وهذه هدية بسيطة من ساكورة لأم محمد، وتشرف بدعوته لأم محمد من الموضوع. وباكر الأربعاء ما أدري إيش قاعد. المهم المحل هذا أبوي مطرشين هدية، والهدية هاي نسائية، شيء قمة في الروعة، مش روعة، قمة في الروعة. فلذلك أنا شيء طبيعي، شيء نسائي ما بروم أظهره، شيء ما الحريم يعني، وأنا ما نقدم علي أظهره، ما يخصني يعني في سامان الحريم، زائر معرض مثلا، في ستاند، في أشياء ما الحريم ما عندي بصوره، يا غير هدية واصلة لأم محمد وأنا أصورها، هذا عيب علي ما نقود. فلذلك على الله يحفظكم المكان هذا مطلشين هدية نسائية داخل هالصندوق اللي ما شيء كبره، والهدية شيء أنا روحي شفته شيء في منتهى الروعة. مشكورين المحل هذا أبوي مال الحريم وما قصروا وبارك الله فيهم، وهذا أبوي عنوانهم بصوره الحين أصلا. أصلا شيء بينوا لي بيسوي كابتشر ولا سوي كذاك أخير. فكل الشكر والتقدير للمحل هذا اللي طرشوا الشيء هذا اللي داخل، مشكورين شكر جزيلا، شكر الجزيل لكم، يلا بارك الله فيكم. هذا اجتماع ما قبل السفر، اي انا بسافر 4 ايام. هذا البيت امانه يا ويلكم، البيت واللي فيه الله يسلمك يا عم رقب، وانت يا رشيد، وانت يا حفيظ، وانت يا منو نسيت هريس، وانت يا هذاك ايش اسمه عبد القادر. انا بدي اوقف وياك، بعبت وقف، انت ما طيران ابوي الامارات. شكرا جزيلا. شوف ابوي هذا ابوي مال طيران الامارات بارك الله فيه، سلس وفنان، شوف موظفين مال طيران الامارات من اروع ما يكون. هذا الدريو اللي جاي يشيلني بسيارته رقم واحد. شو اسمك انت؟ محمد رفيق. مشكور يا محمد رفيق، يو ار فيري جود جاي. ما شاف وين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم. زين حفيظ تحملوا، ما شيء ظهر شرق ولا غرب، لين ايام انا بسير. زين تعشى داخل ريال وما اعطيته عشاء، زين ال 5 ايام انا بسير، حطوا بالكم البيت، الزراعه انت عندك، انت تحمل. يا ويلكم يا ظلام ليلكم. يلا شكرا، ثانك يو، باي باي. حفيظ باشر صبوت سير خطفي خطفك مطلعي بلش الله العكه. اقول لك ما تريد باب غاوي وصبوا الشيء زين وثقوا عدل، ترى مباشر ان شاء الله بين. اي يا جماعه الخير، ترى من متى بتصبون الدهنه؟ باشر، ترى مباشر العصر ويستقبلون الطلبات. يلا بارك الله فيك، ثانك يو. يلا مساكم الله بالخير والنور والسرور. فرحان في السيرة، سيرة طوكيو ويا يستلي، لكن في نفس الوقت متكدر انه بيفوتني عرس من اجمل الاعراس. اليوم حضرنا العرس البطين، العرس الجماعي، والله يبارك لهم. وباكر شيء عرس بعد لاخوانهم هالزعار في نفس ابو ظبي، عرس جماعي من يمكن حوالي 40 نفر اللي بيعرسون. وسبحان الله ما الله كتب لي اني احضر ولا مدعاي قبل الشيء وبعده، يا غير اتضح ان سيرتي انا تحرّيت سيرتي باكر على الليل، ترى اليوم على الليل بعد هالي سوينا الحزم خالف، حاولت يستوي تاخير اني اغير اجد مأخر، قالوا عظمها 5 ليالي ما تروم ابوي تاخر، يا انك تلغي ولا انك تسير. قلت له احول لا قبول، شد عاد من عظمهم كلمه. الحين على الله يحفظكم ويه جدا المطار، مطار دبي الحين شد خضبت من الشوامخ وحاجزين على طيران الامارات. ليش مش طيران الاتحاد؟ ما ادري بهم. انا معزوم والانسان المدعاي ما يتشرط، هذا عدل وهذا مايل، اللي عطونه قال ان شاء الله وهي والله، ما لي حق اني اقول ودونا الطيران الفلاني. هذا اولا، ثانيا طيران الاتحاد وطيران الامارات، ابوي عينين في راس، عينين في راس، ما شيء فرق بينهم.
هذه الهنتين خوات، وحدها اكبر عن الثانية، وكلهن ابوي متفاهمات عرب دار. الى الله يهدي، الى الله يديم المحبة بينهن. يلا برايك معنا بنات في مطار دبي اول ما نوصل، باجي لي وايد طيارتي الساعة 3 قاصر العشر، باجي وايد عنا تطير الطيارة. فكان داعي على الله يحفظكم جايني من وكالة النيسان، وان شاء الله بحيل الله اذا الله راد لبي اقبلت الدعوة ملبينها، وان شاء الله حسان النقد اللي ناظره قريبه، المسافة 11 ساعة غمض برد ان شاء الله نواصلي. يقولون في السيرة 9 ساعات وفي الرد اظنيها 11، او ان عكس التيار عكس اللي هو عشرات السايورة هو انه هو وبس، وباكر بنار بس خلاف المطار ونطالع العلم بعد. يلا